تحتفل السلطنة اليوم بذكرى عيدها الوطني 46 المجيد، وهي ذكرى تحمل في ثناياها عبق المنجزات الحضارية الباهرة التي بلغت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أعزه الله وأبقاه أسمى مراتب المجد والنماء والأمن والأمان. يتفضل حضرة صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، فيشمل برعايته السامية الكريمة اليوم العرض العسكري الذي سيقام على ميدان الاستعراض العسكري بمعسكر الصمود. الإعلان عن إجازة العيد الوطني 46 المجيد للقطاعين العام والخاص لتكون يومي الأربعاء والخميس 23 و24 من شهر نوفمبر الجاري. حصلت السلطنة على المركز الأول عربياً في قائمة الدول الأقل تعرضاً للإرهاب وفقاً لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2016، وحصلت السلطنة على 0 نقطة في درجة خطر الإرهاب التي تمثل ذروة الأمان من التهديدات الإرهابية. تزامناً مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني 46 المجيد، وزارة النقل والاتصالات تعتزم افتتاح 8 مشاريع في قطاع الطرق على مستوى محافظات السلطنة بإجمالي أطوال تتجاوز 150 كيلومتراً. السلطنة تسعى لتسجيل رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال تشكيل علم السلطنة باستخدام 2016 شمعة طبيعية احتفالاً بالعيد الوطني المجيد.